ويدوس يا مدير. ويلكم ويلكم يا فيلة. ثانية واحدة يا اسطى، يا نهار ابيض على النط. شايفين يا جماعة العربية الغرزة دي؟ اخباركم يا شباب، معكم محمد جمال من قطر عميد، وحلقة جديدة في محاكي الشحنات، رحلة السفر عبر الدول العربية. الحلقة اللي فات كنا في السودان، وبعد كده دخلنا على الدولة اللي جنب السودان اللي هي بين ليبيا والبتاع دي، والله العظيم الناس اسمها يعني. المهم كنا يا وشي، يا نهار ابيض اللي جاب محل الموبايلات ده في وشي، لا اله الا الله. المهم يا شباب بقى، كنت خلاص بقى طالع بالباص بقى. طبعا لو تفتكروا اخر مرة كان معانا باص بقى وناس بقى، فاهم انت ازاي، واخدينهم من السودان والمفروض مسافرين بيهم لليبيا وهكذا يعني. ولكن زي ما تقول كده ايه، حصل حوار وبتاع وكده، فكلمني واحد من الناس هنا قال لي عم ميدو انت كده كده هتروح ليبيا وممكن ما ترجعش تاني او هتكمل بعدها يعني، يعني بمعنى صح الرجعه بتاعتك لسه بدري عليها. قلت له ايوه بالظبط كده. قال لي خلاص يا باشا سيب لنا الاتوبيس واحنا هنحاول نخلص الدنيا بيه، بس مطلوب منك ان انت تاخد الشحنه دي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، دي شحنه يا جماعه المفروض هنوديها لليبيا وتوصلها هناك وما تشيلش هم اي حاجه يعني تانية. فقلت لهم خلاص ماشي. المهم دلوقتي اكلنا وشربنا وفطرنا وتعشينا واتغدينا، والمفروض دلوقتي بقى المفروض هننطلق الى فين؟ الى رحله ليبيا ان شاء الله ربنا يسهل. افتح لي كده يا ابن الباب بعد اذنك، بس خلينا نشوف. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الطريق مطول، فهنا الحدود الليبيه يعني، بصوا شفت المسافه قد ايه، فربنا يستر ان شاء الله. فانا هحدد بالظبط على الحدود هنا، بحيث ان شاء الله اول ما نوصل للحدود دي فده المكان المفروض هنسلم فيه الشحنه. فاتوقع ان شاء الله ان الرحله هتبقى طويله شويه، وزي ما انتم شايفين طبعا الساعه 7 الصبح ما تقلقوش الدنيا مش هتلاقي ولا حاجه. وبصراحه انا مستغرب من الزحمه اللي موجوده هنا، اللي هو في ايه يا جدعان. بالاضافه كمان يا جماعه العربيه دي سيئه، بصوا شديده جدا، اول ما تدوس بنزين بص عايزك تركز على العداد، بص يا لهوي ياما، شفت انتوا انا اترميت ورا ازاي؟ يا نهار ابيض. فالشاحنه مديها لي يا جماعه مش سهله قوي قوي قوي، بس كان نفسي بصراحه ان انا اخلي الموتوره بتاعتي اوف رود، فما نفعش للاسف الشديد. فقلت خلاص كده يا باشا زي الفل وحلو قوي. وبالمره احنا ماشيين برضو عايز كده اكلمكم على موضوع، خاصه الناس اللي بتيجي تاخد فيديوهاتي وتنزلها على منصات تانية وتضحك على الناس في ان لو انت عايز تحمل اللعبه دي فاللينك موجود فجأة. ايه يا اسطى، ايه يا اسطى ده يا اسطى، في ايه انت على فكره الفلوس اللي انت بتاخدها دي حرام عليك، خلي بالك، لان انت بتخلي الراجل اللي نفسه يلعب اللعبه دي يدخل على اساس ان اللعبه دي ويتفاجئ ان هي لعبه تانية او يعلم انت بتعمل ايه يعني. فحبيت ابشرك من دلوقتي ان انت الفلوس اللي انت اخدتها او اللي بتاخدها كلها فلوس حرام، وحط تحت كلمه حرام دي 1000 مليار خط، ولازم تكون عارف حرام، وحط تحت كلمه حرام دي 1000 مليار خط. هقول لك ليه بقى، الفلوس الحرام بتعمل ايه؟ بتخليك بقى فعلا فرحان بقى وتعمل كل اللي انت عايزه وتجيب اللي نفسك فيه والكلام ده كله، ولكن مش دايما لك يا حبيبي. ليه بقى؟ اولا ممكن تدوم لك عادي مفيش اي مشاكل، بس ساعتها هتنزل في قبرك ربنا، بص هتتظبط تحت يعني. واحد يقول لا يا عم انا هستغفر ومش هستغفر، وطب ماشي، ما انت برضه هتتحاسب، انت استغفرت برضه على حاجه انت عملتها زي دي، انت برضه هتتحاسب، لان ربنا يعني قايل لك الحاجه دي غلط ما تعملهاش، بتعملها ليه؟ واحد يقول لي يا عم ميدو معنى كده ان انا لو عملت اي حاجه غلط هتحاسب عليها؟ لا لا لا، هي بص يا جماعه، في حاجات عادي انت عملتها وبعد كده بترجع تندم وما تعملهاش تاني، وفي حاجات ثانيه انت اصلا يعني عارف ان هي غلط وبرضه بتعملها وبرضه ما بتتوبش، فبالتالي ربنا بيلهيك ان انت تستغفر وتتوب والكلام ده كله، وتلاقي نفسك ربنا افتكرك ورحت في سينو جيم. فلاقيه اصلا من البدايه ان انت تعمل الحاجه اللي زي دي، الحاجه الوحيده اللي مضايقاني بس ان انت بتستغل فيديوهاتي في ان انت بتعمل الحركه دي. طب مثلا ممكن لو حبيت مثلا ان انت تحلل الموضوع شويه، اولا بالنسبه للفيديوهات اللي انت بتاخدها من عندي حاول ان انت تذكرني على الاقل، او والله العظيم يعني يا جماعه واللي حابين تتابعوا مثلا كذا فروح اتفرجوا عليه هناك، انت كده بخدمت لي خدمه كبيره جدا وهتشجعني ان انا انزل اللعبه دي بشكل اكتر، وبالتالي انت هتحب تاخد الفيديوهات اللي عندي او هتلاقي فيها لقطات كويسه تعجبك، وبالتالي لو انت مثلا عندك لعبه معينه عايز توريها للناس وهكذا ساعتها هيبقى الموضوع اسهل بكتير. بس شرط تاني ان انت ما تكذبش على حد. ليه بقى؟ لان انت مثلا دلوقتي لو قلت لهم عايزين نحمل عايزين تحميل نفس اللعبه دي بالظبط دلوقتي تحت، طب ماشي ما انت اللعبه اللي انت هتحملها لهم مش هيبقى فيها الدول العربيه ولا هيبقى فيها الكلام ده كله، فانت كده برضو ضحكت عليهم وفلوسك حرام. فبالتالي يا حاج مالكش الصلاحيه ان انت تاخد اي فيديو من فيديوهاتي. وحبيت برضو اقول لكم على حاجه تانية، ان ان شاء الله يا جماعه في حاجات كده جايه قدام مستقبليا بصراحه انا مستنيها، كل الفيديوهات اللي متاخده من عندي ورايحه في اي منصه تانية ايا كانت، حتى لو مش منزل فيها الفيديو بتاعي، كل المنصات دي هيتعمل لها حاجه يعني. انا بص هقول لك على حاجه، سيبها قدام وان شاء الله هوريكم عينات في الايام الجايه ربنا يسهل ان شاء الله، بس طبعا لسه شويه لما الحاجه دي تنزل، ولكن برضو بص حقها هيرجع لي. حبيت اشكر صراحه الرجاله اللي كانوا دايما بيبلغوني ويعملوا لي منشن والكلام ده كله، عاش والله العظيم انتوا ابطال، بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب خلينا بس نزود كده السرعه شويه. يا نهار ابيض يا جماعه، بالرغم ان العربيه جديده وطلعتها جامده الا ان دي اقصى سرعه ليها. يا نهار ابيض، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بس نضرب الاشاره؟ شوف شوف حتى الفرامل بتاعها عنيف يا اخي. بالراحه يا معلم. وايه الزحمه اللي انتوا فيها دي؟ الساعه 7 الصبح يا باشا، انتوا طالعين الشغل ولا ايه؟ البس يا معلم. واحده 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 واحده. ايه اللي بيحصل بره؟ يا لهوي يا رب. بص بص بص، والله يا جماعه البتاع عنيفه اقسم بالله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ عايز اقول لكم ان انا لازق في الدريكسيون لازقه بنت لذينه، اللي هو اصلا مش عارف انا اسوق اساسا. وات از ذس؟ كل الناس بتبقى فارده ايديها كده وهي بتسوق الدريكسيون اللي انا. ليه يا عم ميدو؟ لان المايك يعتبر قصاد الدريكسيون بالظبط، فانا برضو محتاج ان انا اقرب شويه علشان بس ايه يعني تسمعوا صوتي كويس وهكذا يعني. فبسم الله ما شاء الله يا جماعه. هي الشاحنه دي روسيه، وبصراحه مستغرب من سرعتها. اخرها كام؟ 112 بس. يا نهار ابيض، انا توقعت ان انت بس هتمشي على ال 150 160 170 حاجه زي كده، ولكن بشكل ده ولا ابعد يلا على الطريق. وزاد كمان يا جماعه، لا مستغربه في العربيه دي ان ما فيهاش كلاكس. قاعد بضرب كلاكسات بالصبح، لا التقيل ولا الخفيف موجودين اساسا، فالموضوع برده غريب جدا. ولكن عارف حلوه السرعه دي بتربيك برده علشان تلحق نفسك برده في الازمات. فزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله كده بقى بدانا يا جماعه الطرق الصعبه، واللي في الغالب بيبقى في الطرق دي انا عايز اقول لك بيبقى في عذاب كتير لسواقين الشاحنات. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف شوف الوحش بيعمل ازاي. يا نهار ابيض يا جدعان، يا لهوي. بص بص شوف كاوتش الشاحنه من ورا عامل ازاي. والله يا جماعه انا بحب الصراحه الفيزيائيه بتاعت الشواحن والعربيات دي، بيبقى الموضوع رهيب اقسم بالله. ويدوس يا مدير، اسمع صوت العنف. يا نهار ابيض، والله يا جماعه بتاكل الطريق. بس انا خايف صراحه اللي هي تتقلب بيا صراحه يعني. بص بص شوف الشكل عامل ازاي. يا نهار ابيض، والله اسد والله اسد. عاش يلا عاش يلا. لا 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 يا اسطى، احنا ما اتفقناش على كده. ده انت شاحنه كبيره يعني، المفروض روسيه وبتاع عاليه وبتاع. مالكيش دعوه طبعا بالمقطوره اللي ورا، كده كده المقطوره اللي ورا شد حيلها من غير سبب اساسا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، الله اكبر. والله يا جماعه قعدت ادور على مقطورات بس للاسف لقيت اصداراتها قديمه، وفي بعض الشحنات غير قابله للتعديل. كنت انا مثلا لو هي اصدار قديم عادي بقدر اشغل على الاصدار بتاعه كده، ولكن لم تظبط معانا. حاولت ان انا اعوضها بكاوتشات افرود، برضو كاوتشات الافرود ما بتظهرش الا على الشواحن بس، ما اعرفش ليه ما بتجيش على المقطورات يعني. كان هيبقى بقى الموضوع جامد فاهم انت، ولكن يلا عادي ما فيش اي مشاكل. ان شاء الله الايام الجايه لو فضلت الطرق تتكرر زي كده ان شاء الله اكيد يعني ربنا يسهل ان شاء الله، وهكون ظبطت الدنيا ان شاء الله ربنا يسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بص كده على كاوتشات المقطوره وكاوتشات العربيه، والله العظيم الفيزيائيه خطيره بطريقه فظيعه. يا وشي، على مهلك يا حاجه، على مهلك يما. يا نهار ابيض. طبعا يا جماعه الشحنه اللي جوه ما رضوش يقولوا لي عليها ايه بالظبط اللي فيها، فبس قال لي عادي عايز تدوس بقى وتفرم براحتك وافرم. فانا بصراحه بيني وبينكم انا عايز افرم صراحه على يا نهار ابيض. شوف 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 الربطه دي. بص يا معلم هو بيسحب يا مدير. بص يا باشا، يا نهار ابيض على الصوت. ليه اقفل الانجن بعد اذنك؟ بيقول لي وقف قال الماتور. يا ابني بتتكلم ازاي يا ابني؟ يا نهار ابيض، ده من جوه يا جدعان السواقه اقسم بالله صعبه جدا. هات كده يا باشا من فوق. يا لهوي، طب ممكن بس بالكاوتش بالجنب. يا نهار ابيض يا جماعه الجمدان، والله لا 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 خليني اعمل حاجه نمشي من بره احسن. اهو على الاقل احنا بقى شايفين كويس وكاشفين وهنعرف نسيطر على نفسنا. ايه يا حاجه في ايه؟ تقريبا يا جماعه الحموله برده عشان تقيله شويه، فتلاقي الشاحنه برده ايه فاهم انت ازاي مع الحصنه بتاعتها اللي بتعملها. بص 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 يعني انت كده يعني ايه حاسس ان انت يعني انا مش هقدر اشدك يعني. ها شغل يا باشا الدفع الكامل. بص بقى شوف الدفع الكامل بيعمل ايه. بص يا مدير اقسم بالله الشاحنه دي اسطوريه. يمكن دي يا جماعه اعنف شاحنه صراحه سوقتها لحد دلوقتي، وانتوا عارفين صراحه بفكر ان انا اسحب بيها حموله يا لهوي يمكن 200 300 طن. لك انت تخيل اصلا السوفر الكبيره الحاجات دي بالنسبه لها يعني برضو تعتبر اوزان يعني. فلك انت تخيل. اوه مان، والله حلو. 200 300 طن يا عم ميدو، فكر يا جماعه في الموضوع. اساسا انت لما تكون ساحب مثلا 10 15 طن على الشاحنه الكبيره دي بيقول لك ده انت مفتر يا معلم. فلك انت تخيل بقى لما نسحب مثلا 100 200 300 400 500 طن. يا ليل تليل يا مليل، ودوس يا مدير. روح يا معلم. انت يا اسطى مشكلتي الوحيده معاك والله. اولا ده في زرافه هنا. يا نهار بتعملوا ايه يا ولاد؟ يا نهار ابيض، هناك زرافات يا زلمه. يا ليل تليل يا مليل على الزرافات، لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه يا جامد. بس 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 اثبت يا اسطى، اثبت يا اسطى على مالك. بس يا معلم معلم باشا باشا، اهدى شويه اهدى شويه يا مدير. ايوه خد راحتك كده يا اسطى. يا سلام. بس ايه رايكم بقى يا جماعه في العم ميدو واللوجز اللي طالع؟ يا باشا بص مظبط الدنيا ازاي. اه يا عم الحاج العم ميدو بس نسيت السداد يا جماعه اعمل النقل الجوي. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا عادي ما فيش اي مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الحال يا رب. بص يا باشا شايف الوحش وهو ماشي، لازم نمشي كده على مهلنا واحده واحده، ما نحاولش ان احنا نستعجل شويه. طبعا انا بالنسبه لي سرعه 60 دي تعتبر سرعه برضو بسيطه جدا، مش احسن حاجه، ولازم تكون عارفين ان انا دلوقتي مثبت السرعه عليها. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. شوف ياخد تنين وهو منطلق. يا نهار ابيض يا جماعه الانطلاقه بتاعته، والله رهيب.
روح يا معلم، روح يا مدير، روح يا اسطى، روح يا اكشن. يا لهوي يا جدعان على منظر الشاحنه وهي ماشيه، شكلها فظيع اقسم بالله. وشايفين اصلا التراب ورا عامل ازاي؟ ده بص الدنيا متعفره ورا بطريقه غريبه جدا. ممكن عايزك بس تشغل الجي بي اس بس كده عشان افضل ماشي عليه كده من غير لخبطه. شوف بدات تطلع بيه ازاي بره. يا نهار ابيض. بس والله يا جماعه انا فعلا لما احب اتفرج على فيديوهات عربيات وكده سواء اوفرود، انا بحب الصراحه اركز على الاوفرود اكتر حاجه، بحب كده اركز مع مشيه العربيه والمساعدين بتوعها وهم طالعين نازلين. بحس كده ان الموضوع فعلا سبحان الله اللي وصلهم للمرحله الجامده دي. فبسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يا نهار ابيض يا جماعه على الطريق ابن اللذينة. ايه ده يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه يا مدير؟ يا نهار ابيض. على مهلك يا اسطى، على مهلك يا زميلي. ايوه خد راحتك يا اسطى. ايوه الله يعطيك الف عافيه. هات بقى من جوه كده يا مدير. يا نهار ابيض، روح يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الحال يا رب. ده السرعه بص بتطلع زي الصاروخ ازاي. خلي بقى يا جماعه نحاول نثبت كده شويه، نثبت ايدينا على الدركسيون كده بالعافيه بحيث ان احنا نشوف بقى. المفروض السرعه اصلا بتحل لك 90% من ازمه المطبات دي. يعني انت المفروض تكون ماشي كده طول ما انت مثبت ايدك على الدركسيون، المفروض كده العربيه تبقى ماشيه مستقره نوعا ما يعني. بس انت شايفين بص شوف كده، شوف تعمل ازاي في اللذينه. يا نهار ابيض. شوف بحاول احود بالراحه لان التحويده دي هتودينا في داهيه. يا ليله الليل يا مليل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. دوس يا معلم، ما يهمكش يا بيه. هتسحبها هتسحبها، مش مدخل مش مشغل الدفع عن الرباعي. يلا والله انك كفو يا زلمه، والله انك كفو، والله العظيم انك عربيه كفو. خش يا باشا وسط النهر ولا يهمك. ايوه يا باشا، ما انت مفكر ايه؟ يا لهو على الترع يا جدعان. ثانيه واحده بس كده يا اسطى، وبعدين حكايه يا جماعه الترع دي والانهار والكلام ده كله. ما تبعتوا لنا يا اسطى شويه يا اسطى، النهر بتاعنا خلاص بدا يفضى يا اسطى، حرام عليك يا اسطى. يا نهار ابيض. شايفين يا جماعه البتاع عامل ازاي؟ والله يا جماعه كميه ميه هنا مش طبيعيه. يا طبعا الحمد لله احنا عندنا برضو في مصر، خلي بالكم عندنا برضو ميه جوفيه. الميه الجوفيه دي تبقى ميه كده تحت الارض يعني، فتلاقي مثلا الناس كتير قوي بيستعملوها خاصه في الاماكن الصحراويه، بيبداوا يزرعوا منها يعني وكده. بس طبعا تيجي تبص مثلا للدول اللي جوه زي مثلا الدول الافريقيه وكده، يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعه عندهم كميه انهار مش طبيعيه. اما احنا عندنا في مصر صحراويه، بالاضافه كمان احنا عندنا نهر واحد بس. تيجي تبص مثلا للدول الكبيره العملاقه زي مثلا روسيا والامريكان والكلام الكبير والصين والدنيا دي كلها، تلاقي مثلا روسيا عندها 85 نهر، تلاقي امريكا عندها مش عارف 40 نهر، تلاقي مش عارف الصين عندها 600 نهر. في حاجه خرافيه. طب ما تجيبوا لنا يا جدعان 7-8 انهار كده عندنا. الا ده في فيلا هنا يا جدعان. لا اله الا الله. ويلكم ويلكم يا فيلا، ويلكم يا اعز الاحباب. يا نهار ابيض يا جدعان على الفيلا والسينما البيضاء. يا ليله الليل والله يا جماعه. المفروض راح ياخد له فيلين من هنا. بقول لك معرفش، كان عندنا في مصر هنا واحد حب يهدي دولة أوروبية هنا في مصر يعني، يهديهم حيوان بالنسبة لهم غريب جدا، فهداهم الزرافة. فكان بالنسبة لهم الزرافة دي وات از ذس، ايه الحيوان ده؟ طب هم عملوه ازاي؟ صنعوه ازاي؟ طبعا سبحان الله يعني ربنا بيخلق حاجات كتير قوي، وفي حاجات كمان مخلوقات عمرك انت ما شفتها. ابحث كده عن عالم البحار وادخل اتفرج كده على الاسماك والكلام ده كله، هتلاقي حاجات غريبة جدا. حتى برضه في العربيات هنا برضه لو جيت بحثت تلاقي عربية شكلها غريب جدا أول مرة تشوفها. وبعدين الحدث اللي كان بتاع يوم الجمعة اللي فاتت دي، مستني بقى الإعلان. ثانية واحدة يا اسطى، يا نهار ابيض على النطه. يا ليله الليل يا مليل. ايه يا اسطى الطريق ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كويس ان انا طالع الصبح اساسا. المشكله العربيه اللي معايا برضو ما فيهاش تكييف يعتبر، يعني زي ما انتم شايفين مصمطه صمت تام. بس اللي عاجبني فيها ان فيها نوعا ما يعني كرسي ورا كده، هي كنبه بس يعني ايه، حلو ان انت تقدر تنام عليها. الجو هنا حار، تحس البتاع دي اصلا جايه للناس اللي هم فعلا عتاوله شغل، اللي هو يا اسطى خد البتاع واشتغل بيها. فزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بص بص يا جماعه العدادات بتاعتها، لا والفتيس بتاعها عامل ازاي، والمفتاح يا جماعه شكله غريب، شوف عامل ازاي. يا نهار ابيض. شوف يا جماعه الواحد ماشي فين. يا ليله الليل. ثبت يا باشا السرعه على كده، سيبنا بقى ماشي بقى. يا لهوي، حتى برضو انا ماشي براح. يا نهار ابيض، تحس ان هي بتسحب الموتور، سحب تولات عاليه يا بت ورايا. شايفين يا جماعه الاراضي قد ايه، وتقعد تجري براحتك. نفسي افهم يعني انتوا سايبين الاراضي دي كلها ومختارين الطريق صعب زي ده من نفس ما تسفلتوا يا جدعان الطرق، حرام عليكم بقى، خلي الناس تعرف تمشي زي الناس. يقول لك لا والله يا اسطى احنا ما عندناش احنا الموضوع ده. بس على فكره يا جماعه الجميل في الموضوع ده ان انت فعلا بتعيش الواقعيه. كنت انا وصاحبي كنا عايزين نمشي انا وهو في الطريق ده، قلت له عايزين بس نكمل رحله السفر وهكذا يعني. فللاسف الشديد الماب ده ما اشتغلش عنده عندي. كل ما يجي ندخل على بعض يقول لك والله اصدار الماب اللي عندك ما ينفعش ان انت تدخل بيه اونلاين. بصراحه الموضوع رخم، ولكن ان شاء الله انا برضو مستني التحديث الجديد ليه، بحيث مثلا لما ينزل يبقى هو عندي وعنده ان شاء الله. يا رب نتمنى يعني انه كده، لان ساعتها لو انا وهو دخلنا في الماب ده يا لهوي على الجمدان اللي هيحصل يا جدعان. ده هيحصل بصوا، ده انا عايل لكم كميه حاجات اكشن وفيديوهات ان شاء الله لما تتسجل هتبقى بصوا بوسه كده. فلذلك اتاكد ان انت مشترك في القناه وحط لايك للفيديو علشان نقدر نرفع فيديوهات محاكي الشحنات، وبالتالي تقدر توصل لاعلى جمهور.
تاني حاجه يا جماعه، في تحديث جيم اليوتيوب مفروض ببقى تحت كلمه اللي هي اللايك والاشتراك والكلام ده، وبيبقى في حاجه زي مثلا تشجيع او تحفيز حاجه زي كده. كل ما النسبه دي فيها تزيد، كل ما المشتركين اللي هم بيدوروا او الناس اللي بتبحث عن محاكي الشحنات في دول العالم كلها يطلع لهم الفيديوهات اللي زي دي. فانا عايزكم كده تبصوا كده تحت في الفيديو تشوفوا حاجه زي دي موجوده ولا لا. هي حاجه جديده اول مره تشوفها. تاني حاجه، في حاجه برده كده برده اول مره تستكشفها، وانتوا بسم الله ما شاء الله يعني الناس واعيه برده هنا كتير، وهو ان انت لو ضغطت مرتين على اي تعليق فبحط له لايك على طول اوتوماتيك. فاللي هو وات از ذس، ايه الحاجات الجامده اللي اليوتيوب بيعملها دي؟ وزاد كمان يا جماعه عايز اقول لكم خلاص ان احنا زي ما تقول كده لقد اقتربت اللحظه ان شاء الله اللي هجدد فيها الكمبيوتر بتاع. ايوه ان شاء الله بعد كده هيبقى في جوده عاليه جدا جدا ان شاء الله يا رب. وزاد كمان يعني انا دلوقتي كل تركيزي ان هو هيبقى على المعالج والماذر بورد والرامات. طبعا كده كده الرامات اللي عندي دي R5، فممكن اخدها اركبها في التجميعه الجديده دي. مساحه التخزين الثلاثه دول. بالنسبه لكارت الشاشه انا عندي 3060 النسخه 12 جيجا، فاتوقع ان هو مش هياثر معايا في اي حاجه، ولكن اول ما الايه بدا ياثر ساعتها يا باشا نوفر ونحاول نجيب كارت شاشه اعلى من كده. اتوقع يا جماعه ان احنا كده بدانا نبعد شويه عن الطرق المتعرجه. المفروض بقى يبقى في طريق صحراوي قدامنا طويل، والطريق ده اللي هيبقى الفيصل بين الدوله اللي احنا فيها والله ما عارف دي مالي ولا ايه بالظبط، وبين ليبيا ان شاء الله ربنا يسهل. بص يا باشا الحمد لله اتوقع الطريق اللي بره ده ان شاء الله يبقى كويس ان شاء الله يا رب نقدر بس نمشي فيه كده مسافه كويسه جدا، بحيث ان شاء الله نبدا يا لهوي يا جماعه على العربيه. المشكله انت اخرك يا حاجه 110 120 بنت اللذينه. كان نفسي والله العظيم سرعتك تبقى اعلى من كده شويه، بس العزم بتاعها جديد بنت اللذينه. دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي ماسكين الطريق الصحراوي اللي مفروض ده هنسافر فيه بقى في خط مستقيم مستقرين زي ما انتم شايفين. وده بصراحه كنت اتمنى ان الشاحنه اللي معايا تكون اسرع من احنا ماشيين على كام بالظبط 110، تكون اسرع من 110 كيلو، بحيث ان احنا نقدر نوصل بوقت اسرع بكتير من كده. وزي ما انتم شايفين اصلا العربيه كاوشتها كبيره جدا، وعايز اقول لك الدركسيون عندي بيرجع في يمين وشمال. بص انت اصلا على الدركسيون بتاع الشاحنه نفسه، وزاد كمان يا اسطى هو انا ليه مش شايف الداخليه بتاعتها؟ اي عمل حاجه نور لي الداخليه، انت مشكلتك ان انت يا اما الخارجيه يا اما الداخليه، لا حول ولا قوه الا بالله. صحراء اقسم بالله مفيش اي حاجه قدامك، ليله الليل. وهو ده بقى اللي يثبت لك ايه الفرق بين الدول الافريقيه والفرق بين الدول اللي هي الساحليه او الصحراويه. لك ان تتخيل، يا نهار ابيض. بس لا مش عايزك ترمي، مش عايزك ترمي. هو انا لو سبت بنزين العربيه بترمي اكتر؟ طب انا افضل دايس بنزين وخلاص، ممكن هي تمسك نفسها وخلاص. يا نهار ابيض، مفيش يا ابني اي وضع يا ابني اقدر ازود البتاع ده ولا ايه؟ طبعا لازم نهدي بس شويه كده يا جماعه، خلينا بس نقفل الدفع الرباعي او السدوس اللي شغال فيها عشان بس البنزين معانا ما يخلصش بينا. بسم الله على مهلك يا حبيبي. بص على الاقل من عايز يعني تمشي براحتك بقى، ما تزعلش نفسك ولا تعمل ولا تشيل هم ولا تزعل نفسك. اه يا باشا امشي كده براحتك وخليك كده شطور. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه الشاحنه ما فيهاش جي بي اس، فانا حطيت الموبايل بتاعي زي ما انتم شايفين، فالحمد لله يعني كويس ان احنا معانا موبايل نقدر نمشي عليه. واحلى حاجه يا جماعه ان تهويه العربيه دي جامده بطريقه فظيعه جدا. بصوا كده على درجه حراره الماتور الطبيعيه بتاعته ما فيهاش اي مشاكل، وضغط الزيت كله تمام، امورنا تمام و100 100. وبسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب. تخيل صحراء انا ماشي فيها بالعافيه. بمناسبه الصحراء خليني كده احكي لكم قصه كده في السريع واحنا ماشيين، عشان تعرفين طبعا انا بحب الصراحه اسلي نفسي كده وانا ماشي. بقول لك كان في واحد خلف ولا، الواد ده ابنه الوحيد، والراجل ده كان غني جدا 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 لدرجه ان ابنه طالع متعود على الطمع، متعود ان كل حاجه ليه، فاهم انت ازاي؟ وابوه كان طبعا محترم في البلد كلها وكل الناس بتحبه وبتعمل له خاطر مثلا، والواد ده من صغره بيقعد يعمل مشاكل ويعاكس ويعمل، فاهم انت ازاي؟ ما حدش مالي عينيه من الاخر يعني، وكل شويه يجيب مصيبه وبلوله ابوه مش عارف ايه. ابوه يحلها قال له لا بقى لازم الواد ده اربطه في شغل، فراح شاري له بقى غنم كتير وبتاع. قال له بص يا حبيبي الغنم ده ليك، طبعا انا بتكلم القصه دي يا جماعه زمان مش من دلوقتي يعني، وروح يا باشا في الصحراء وارعى براحتك وتعالى اخر اليوم والمكسب خده ليك يا عم الحاج، وانت كده امورك تمام. طبعا زي ما قلت لكم ابوه بقى طبعا مش محتاج الكلام ده كله، بس هو ايه عايز يلهل الابن يعني. فصاحبك بعد كده فرح طبعا بالموضوع ده، وبدا بقى يروح بالاغنام بتاعته ويروح لاصحابه. اصلا الحلال ده كله ليا وما اعرفش، واد مستفز اساسا يعني. ففي يوم من الايام شاف بنت فاعجب بيها بقى، فقال ايه بما ان انا قاعد هنا. طبعا كانوا زمان برده كانوا بيبيعوا الاغنام برده شباب وبنات برده، بس طبعا كل واحد بيكون في حته يعني. فهو بقى ايه عمل نفسه انه بقى ما يعرفش اي حاجه. طبعا ساعتها الواد ده كان وصل حوالي 22 سنه، والبنوته دي كان عندها بس 17 18 سنه، لسه صغيره يعني، فاهم انت الموضوع ازاي؟ وقعد يقول لها علميني ازاي ارعى، وعمل نفسه جديد، وقال لها على فكره الخير ده كله بتاعي، ويلبس بقى لبس شيك وبتاع وما اعرفش ايه والكلام ده كله. ضحك عليها وخد منها اللي هو عايزه يعني. فبعد كده البنت قعدت تعيط وتصوت وكده مش عارف ايه،
ايه ولازم تيجي تتجوزي مش تتجوزني. الاقي بنت الناس اهدي شويه كده شويتين ثلاثه. وفضل بقى البطحه، السلام عليكم اهل البطحه ورحمه الله وبركاته. فين البطحه؟ انا مش شايف اي اصلا اي حاجه ولا اي معالم للعيشه هنا، لا حول ولا قوه الا بالله. والله الله يكون في عون الناس اللي بيعطل بيهم البتاع بتاعهم في الصحراء. ايوه ما ترميش بقى سنه يمين، ايوه خليكي بقى ثابته يا بنت، خليكي ثابته يا بنت، الله يعطيك الف عافيه. المهم يا سيدي صاحبك بالله فضل يسيسها شويه، طب ماشي النهارده، طب بكره، طب بعده، طب ما اعرفش ايه الكلام ده كله، لحد ما البنت جت ديته في يوم قالت بص انا كده كده اصلا اهلي هيموتوني، فانا بص هروح اقول لهم ان انت عملت وكذا وكذا وما اموتش لوحدي. فالواد خاف منها قال لها طب خلاص ماشي. وجالها ثاني يوم بقى قال لها بصي انا كلمت ابويا وهنجيب الناس ونيجي نتقدم لك رسم. والبنت فرحت وهي فرحانه بقى وتتنطط طبعا ومش عارف ايه وكده وبتاع، راح جايب بتاع خبط على دماغها موتها يعني بمعنى صح، ويفحر ويدفنها. والناس بقى تفضل تدور بقى على البنت. طبعا ايه اللي بيحصل؟ البنت دلوقتي مش موجوده، فالاغنام هي عارفه ازاي بتروح، فلما بتروح في البيت ففين رعايه الغنم مش موجوده، بيبداوا بقى يدوروا عليها ومش لاقين الاغنام. وطبعا صاحبك بقى في اليوم ده خد بعضه وراح بقى قعد عند واحد صاحبه تاني، فقعدوا بقى يتكلموا ويضحكوا معرفش ايه. المهم بقى بلغوا الشرطه، الشرطه بحثت دورت جابت كل اللي هم اللي برعوا الاغنام وسالوهم، وطبعا كلهم ما يعرفوش اساسا ايه اللي حصل. فبالتالي البنت راحت. بعدها بقى سنتين ثلاثه كده شاف واد صغير كده عنده مثلا حوالي 12 13 سنه، فزي ما تقول برضو ايه دماغه وزته، عايز نفس اللي عمله مع البنت، كلمه بقى شويه وبتاع، فلمسه كده لمسه معينه. فالواد قال ايه انت عبيط ولا مش عارف ايه، والله لا اقول لابويا. خل الواد طلع يجري عشان يروح يقول لابوه، طبعا بقى مسافه بقى مشوار كبير جدا يعني، وروح برضو خبطه من دماغه من ورا، وروح برضو ايه دفنه جنب البنت اللي دفنها فيه. بعدها بفتره كبيره جدا بقى خلاص بعد عن الموضوع ده واتجوز بقى وما اعرفش ايه، بعد ما اتجوز عقل شويه، وبعد كده ربنا كرمه بعياله ومعرفش ايه وكده، فبدا بقى يخاف. ما هو بيقول لك دايما اللي كان سكته وحشه زمان وما كانش كويس وخاصيه اللي كما تدين دودان والكلام ده كله بتكرع بقى اساسا يعني. فالمهم صاحبك بالله اللهم صل على النبي، والله يا جماعه ايه الصحراء دي، والله الله يكون في عون فعلا الناس اللي ماشيه كده بحقه حقيقي، لا حول ولا قوه الا بالله. بعد ما اتجوز وكده قاعد هو صاحبه بيقول له انا في حاجه بصراحه مخوفاني كده. قال له قول يا معلم. قال له دلوقتي هو انت عارف طبعا الحاجات اللي انا كنت بعملها وكده زمان. قال له ايوه. قال له الحاجات دي لما بعملها بتترد لي؟ قال له ايوه بتترد لك، يا اما بتترد في عيالك. فهو خايف. قال له طب بص هقول لك على موضوع كده انت يمكن اول مره تسمعه مني، بس انت صاحبي وما ينفعش تقول لحد والكلام ده كله. قال له بس يا باشا اقول ولا يهمك. المهم راح حكى له بقى على البنت والواد اللي هو ايه خلص عليهم دول. صاحبه قال له ايه انت عملت الموضوع ده امتى وازاي وما اعرفش ايه؟ طبعا يا جماعه كانوا زمان قبائل وعارفين بعض والدنيا دي كلها، الموضوع زي ما تقول كده في اوضه وصاله يعني. فصاحبك اللي خد هدومه في سنانه وراح مبلغ اهل القريه والقرى المجاوره كلها، ومسك الواد رنوه علقه واتحكم عليه ومات. والله العظيم بصوا، فيا جدعان دي كلها بتبقى حاجات كده بسيطه في البدايه، بعد كده بتزيد قدام. فانت خلي بالك لما تشوف حاجه غلط او حاجه مش عاجباك او حاجه حرام، وكل الناس يا نهار ابيض شايفين يا جماعه العربيه الغرزه دي، لا حول ولا قوه الا بالله، لا احنا مش عايزين مصيرنا يبقى كده، يا نهار ابيض لازم نفضل ملتزمين بالطريق كما التزموا بينا بهم اخواتنا. لا يا اسطى انا مش عايز اموت هنا. ايوه اثبت يا معلم، الله يعطيك الف عافيه. يا نهار ابيض في ايه يا جدعان اللي بيحصل هنا؟ لا اله الا الله. على مهلك يا اسطى، على مهلك يا معلم، مشكلتك انت بس بطيء والله، بس انت وحش يا اخي، انت وحش والله يا معلم. وشايفين يا اخي الطريق عامل ازاي؟ والله عينيا زغللت يا عم الحاج. ايوه يا عم الحاج وضح لي الطريق كده. لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين يا جدعان صحرا في الوقت ده بتبقى عنيفه بشكل مش طبيعي. انا حاسس يا جماعه ان احنا بدانا نقترب، بدات اشوف هنا مبنى كده او حاجه واقفه هناك، وبصراحه انا حاسس ان هي عربيه نقل، والمعقوله تكون عطلت بيهم؟ يا نهار ابيض خليني يا عم الحاج نبص عليهم لو محتاجين اي مساعده او اي حاجه. والله يا ربنا يستر، انا خايف والله العظيم لا تكون فعلا يا جماعه عربيه عطلانه، اصل مش معقوله ده يبقى. بس هو عنده سرير نوم مركنين ده، بص يا جماعه سرير نوم استراحه تقريبا. يا نهار ابيض والله استراحه. طب خلينا برضو نعدي برضو نسالهم من الواجب كده نشوف ايه الدنيا عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله يا جماعه العربيه مصديه. ايه يا ريس في حاجه عندك يا باشا في البتاع دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار يا حبيبي، عامل ايه يا ريس؟ يا نهار ابيض الواد بقى فحماه يا جدعان من كتر الوقفه في الشمس. مش عايزين مساعده يا رجاله بجد؟ والله العربيه بتاعتي كامله و100 100 وعندي مكان يسيع اللي كنتوا الثلاثه او انتوا الاربعه ان كان. لا والله بس الكاوش عندنا فرقه واحنا بعتنا واحد صاحبنا يعمله. خلاص يا عم بالراحه، انت صوتك ماله عامل كده؟ لا اله الا الله، دي الزكمات يا جماعه اللي كانت موجوده في اسمها ايه اللعبه اللي كنا بنلعبها زمان دي، فاكرينها؟ والله نسيت اسمها، اللي انت بتبقى عندك شاحنه تقدر تسافر بيها وتقعد تطورها كل شويه. يا اسطى بس والله يا اسطى العربيه دي متهالكه يعني. يا زميلي السلام عليكم، مالها يا عم الحاج؟ انتوا الاثنين شبه بعض ولا ايه؟ والله يا شكلهم شبه بعض. لا يا حبيبي تسلم، احنا متعودين على الكلام ده يعني، بس احنا قاعدين نريح هنا شويه. ماشي يا معلم. ايه يا عم الحاج الناس دي مش عايزين والله مساعده.
بس شايفين اصلا المحور بتاع الكاوتش بتاعهم مكسور، ما اعرفش بصراحه يعني. يلا سلام عليكم يا رجاله. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا عليك يا رب. يلا يا عم الحاج احنا اسفين والله العظيم ان احنا وقفنا لكم اساسا. يا سلام يا سلام على الجمال. والله يا جماعه الطريق رهيب. ممكن باشا ندوس شويه بس يا باشا بعد اذنك، بس عايزين بس نوصل باسرع وقت ممكن. تعرف اصلا ان انت تخلي صوت العربيه عالي وانت ماشي ده غلط، بيستهلك بنزين كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انت مثلا ماشي على خط سريع ومد العربيه الثالث وبخليها تصوت معاك، لا يا اسطى اديها الرابع وخليها تمشي براحتها وهي ماشيه بسرعه وخلاص، فاهم حاجه؟ يعني زي الموتوسيكل مثلا كده، وانت عندك موتوسيكل جرب كده تديله الثاني بدل الاول. مثلا انت اديته الاول طلعت تديله الثاني بقى وافضل ماشي على الثاني، هتلاقي صوت الموتوسيكل هادي وانت طبعا بدماغك هتقدر تظبطه ان هو ما يقعدش يكرك معاك وانت ماشي. هتيجي تبص تلاقي الموتوسيكل هادي وفي نفس الوقت ايه ماشي بسرعه كده كويسه، وبالتالي ما فيش استهلاك بنزين كتير. كنت بسرعه بعملها لما ايام ما كان معايا موتوسيكل وكده، كان بيجي يخلص معايا بنزين وكده تلاقيني عامل نفس الحركه دي. اجي ابص الاقيه ماشيني مسافه كبيره جدا 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 جدا. وزي ما انتم شايفين يا جماعه الاماكن اللي بيبقى فيها خضر دي بتبقى فيها زي ما تقول ايه واحه، او بيبقى فيها مثلا ميه طالعه من تحت الارض، فاهم انت ازاي؟ فبسم الله ما شاء الله عليها يعني، بيبقى فيها حاجات حلوه. بص اهو ميه، بس سبحان الله وسط الصحراء دي بالنسبه للناس كتير دي حاجه واو، كميه الروعه او قمه الروعه. يا سبحان الله الدنيا بدات تمطر يا جماعه، لك انت تتخيل؟ يا لهوي المسافه والله العظيم مرهقه. نفسي اعرف مين الشبح اللي ممكن يقدر يمشي المسافه دي كلها. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. الحمد لله يا جماعه اقدر اقول لك ان احنا وصلنا لاول وجهه لينا. بس وزن بس شويه، وزن الدنيا وزن الدنيا وزن الدنيا. المطر ده ابن لذين، يا نهار ابيض على المطر وسنينه البيضة. وسع يا اسطى يا اسطى وسع يا اسطى من وش يا اسطى هشيلك. يا نهار ابيض خبطنا يا عم الحاج، عملنا ده مش 2%. لا اله الا الله. خلي بقى يا باشا نركن هنا بقى ركنه كده على اليمين ولا الشمال؟ يمين ولا شمال يا رجاله؟ شايفين يا جماعه المطار عندهم عامل ازاي؟ لا اله الا الله. نركب بقى هنا يا باشا وان شاء الله الحلقه الجايه نكمل. بس بصراحه كان نفسي ادور على المكان اللي المفروض هيشوفوه فيه الحموله بتاعتنا، لان انا سامع ان احنا هناخد حموله بالاضافه كمان هينزلوا حموله ثانيه. فانا بصراحه ما اعرفش فين المنطقه بالظبط، فاتوقع ان انا ممكن يبقى قدام شويه. ليه لا صدقوا نشوف كده قدام شويه كده في المنطقه دي، يمكن ليه لا ممكن تبقى هنا. ايوه شكل الجمال دي يا اسطى هي اللي سحبه المقطوره دي، وبالتالي هتقدر تتعامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا رئاسة؟ بقى هنركن هنا ان شاء الله يا شباب، وان شاء الله الحلقه الجايه نكمل. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير، سلام. هلو ايفري ون، ماي نيمز ميدو. اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا اشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.